في إحدى الجولات الصحية لقناة رؤيا رح نعرفكم أكثر عن إحدى الأمراض المعدية والمنتشرة وطرق الوقاية منها. رح ننتقل لإحدى غرف العمليات التابعة لقسم التنظير في هالمستشفى، وذلك للحديث أكثر عن طرق انتشار وأيضاً الوقاية من مرض الكبد الوبائي. عن هذه النقطة تحديداً رح تحكي لنا عنها أكثر مسؤولة قسم التنظير في المستشفى دانا الناطور. خلونا نشوف دانا شو رح تخبرنا، تعال. دائما بحافظ على لبس الجلافز، على لبس النظارات او الجوجل زي ما بسموها. بالنسبه لاجهزتي بين كل حاله والثانيه، كل مريض لازم ترجع تتعقم من اول وجديد تعقيم كامل. قسم التعقيم عندنا جوا شفتوه، يعني اجهزتنا من احدث الاجهزه للتعقيم. ما في اي حاله بتمر الا بتتعقم كل الاجهزه، بتتعقم الغرفه حتى على مستوى الليتروليات، اي مناطق ممكن احنا نلامسها طبعا هاي كلها بتتعقم. وبالمقابل اي شغله تانية بنستعملها من الشغلات الديسبوزبل، من مقصات، من بايوبسي فورسبس او هي الملائط الخزعات، هذه كلياتها يعني زي ما بقولوا لا تستعمل مره تانية او هي خلص للاتلاف او للكب. كلنا أبرز أو أهم الطرق تتخذوها للوقاية من مرض الكبد الوبائي، وأيضاً طرق انتشاره ممكن من خلال هذه المختبرات. هلا احنا كل عينات المرضى اللي بتيجي بتوصلنا للمختبر بنتعامل معها كانها عينات معديه. فاول ما توصل العينه بيكونوا اصلا محطوطه بكيس مسكر، وبتكون الموظف بيكون لابس جلافز عشان يحمي نفسه اذا كان في دم نازل او شيء، يكون لابس كفوف. بيجي بيفصل العينة وبيشتغل فيها، بيكون كاتب الاسم والرقم، احنا عندنا لكل مريض رقم وبيشتغل فيها بكل، وهو ماخذ كل احتياطاته. شو خطواتكم الاحترازية لعدم نقل مثلا اي عدوى لمريض اخر؟ هي هون بالمختبر احنا بيهمنا انه ما تنتقل العدوى للموظفين، وبنفس الوقت انها يعني لما بنسحب الدم لاي مريض عنده بغض النظر هو عنده ولا ما عنده، الابره اللي بنستعملها بنكبها على طول، الادوات تبعتها بنتخلص منها، اذا دم نزل او شيء او حتى القطنه اللي بنستعملها كلها بتنكب بمكان مخصص للنفايات الطبيه كمان مش بالنفايات العاديه، حتى انه ما يصير اي تلوث يطلع برا المنطقة. مرض الكبد الوبائي له عدة طرق للانتشار، ومنها عدم تنظيف المعدات التجميلية أو استخدامها لأكثر من مرة في صالونات التجميل باعتبارها قد تحمل دم مصاب بفيروس الكبد الوبائي. رائدة حمراء لقناة رؤيا عمان.